هذه هي مدينة بربرة. ايوه هذه هي مدينة بربرة، غادي نخرج منها اليوم ان شاء الله. بربرة او بربرة، الطريق هذه هي من احسن الطرقات اللي ممكن تمشي معاهم، تكون قاصحه. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير. هذا دابا في الطريق، الطريق نورمالمون خليتها لها طريق بيست، جيت هنا للبحر نضرب شي هوا. هذا البحر هذا هنا سوفاج. خرجت اليوم من مدينة بربرة، دابا تقريبا شي 20 كيلومتر هكاك. الطريق بعض المرات كيكون فيها الرملة كتطيح. وبالنسبة للفيديو الأخر اللي حطيت، فكنت ساليتو في واحد القهوة، كنت نتغدى فتما، فاش كنت نتغدى كنت صورت، يعني صورت غير الماكلة هذيك الساعة. شوية جاو البوليس، جاو البوليس تسناوني تا كديت، جاو بقاو جالسين تسناوني، أنا مديت ما جاوش، تسناوني تا كديت خلصت وكلشي هما يجيو عندي. قال لي تمشي معانا، قال لي واش نتا فاش خرجت، قال لي واش نتا صحافي، قلت له ماشي صحافي، قال لي واخا قال لي تمشي معانا. وفي الدولة كنت واحد البلاصة سميتها مانديرا، داوني تما لهاديك البوست ديال البوليس تمايا، حنا تنتسناو تما شوية. المهم مابقاش واحد السيد تما تيهضر بالونجلي، فقال لي ماشي مشكل، قال لي مبداش عرف كيفاش وداكشي، قال لي راه دعي الرئيس والملوك وداكشي. شوية عيطو هنا الشاب ديال البوليس الكبير ديال هاديك الجهة، يعني كاين في بربرة، كانت ديك الساعة مازال 70 كيلومتر، قال لهم خاصكم تجيبوها عندنا هنايا. فداوني تما، يعني ما خلاونيش نمشي بالبيكالا، داوني بالطوموبيل، مشينا تما. قالوا لي سولوني شافوا الباسبور فيزا هي هذيك، قال لي ما عندك حتى مشكل، قلت لهم هادشي ديروا في الاول الله نكملوا بالبيكالا صافي. وسولوني كيفاش خدام، كان كنقاد الباسيات وهداك الشيء قبل كان فاش كنت خدام. وقال لي عندنا شويه مشاو ويجيو، قال لي عندنا واحد الباسي خاسر، عندنا واحد الباسي خاسر هنا في الديره. قلت له هي واش تقادو لينا، قلت لهم اياه صافي. ثلاثة دقائق ولا بعد ربع قادو، المهم ستوب، قال لي صافي سير 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 صافي، ما يخلوني نمشي صافي. تحركت بلاص تما صراحة شي يومات، هاد الشهر هاد الشهر 12 اللي فات داز عندي بيض راه اثيوبيا كانوا شدوني شدوني سيمانة في الحبس، يعني حتى عيط السفارة، هما اللي دخلوا ساعدوني باش خرجت. ما كنتش كنت دابا مازال تما، مازال كنضرب في الفول تما. فاش وصلت لبربرة، المهم وصلت الحدود ديال هنايا صومالي لاند، ورجعوني على كانت فيزا مازال فيها 4 ايام، ورجعوني حتى لاديس ابابا، عاودت 4 سنين فيزا. فاش وصلت لبربرة مشيت سرق ليا التليفون، شرطنا اجلي باش اجي، كل نهار ديما مشاكل، ما سمعني مع المشاكل في هذاك شهر 12.
المدافع هنايا ولكن كاين الزراف هنايا. هذا البحر الجايه كامله فيها الزراف هنا من داخل. انا مشيتي من هنا نيسان الاتجاه هذا كاين اليمن، نيسان تخرج في عدن، عدن وكاع المدن يعني الجنوب ديال اليمن. وهذا البحر هذا سميتو بحر عدن، من قبل كان سميتو بحر البربر، عليه سموا هذيك مدينة بربرة، لأن السكان في القديم كانوا السكان ديال المنطقة ديال الصومال كانوا تيقولوا لهم البربر. يجيو لي القراصنة هنا واحد القراصنة بينهم هنا هاد الجهة هادي مفيهاش، هاد الجهة هنايا مفيهاش القراصنة هنايا. دابا مكنظن مبقاوش، ولكن ملي كانوا ممكن يكونوا حتى دابا مازالين، ولكن كاينين فواحد الجهة أخرى في الجنوب. كان لي واحد السيد قالي هادوك القراصنة لاباس عليهم، دارو فلوس من السيد القرصنة. الحرارة كاينة جاب الله، كاين هاد الريح كيجي غربي، يعني غادي للغرب كيجي من البحر كيجي جنب، يعني انا غادي هكا و كتبرد شوية لما كاينة الحرارة. البحر بعيد من هنا، والطريق بعد مرات كتكون الرملة كتبقى تدفع. 24 كيلومتر الاولى كانت مزيانه الصراحه، كان فيها لا رمله لا والو، كانت طريق قاصحه، ولكن ديجا الدراري صحابي اللي كنعرفهم هنايا قالوا لي هذيك الطريق ما تمشيش معاها، شي واحد قال لي غتموت الا مشيت. وبالفعل راه حراره هنايا، و بنادم حتى اصلا الناس ما عارفينش واش كاينين الكلاجات هنا. يعني انا حضرت الماء بزايد، من هنا كاينه واحد البلاصه زايله زايلة قريبه لجيبوتي، كاين من بربره تما كاينه شي زايلة كاينه شي 263 كيلومتر. دابا نكون ضربت 34 و 30 يعني شي 4 ايام نوصل على حساب الطريق. هذا كان الطريق فيها الربنة بزاف، يعني على حساب كان الطريق فيها الربنة بزاف تقدر دير 8 ايام ولا 10 ايام. غادي نوقف نستراح هنا شوية، هنا دابا الشمس فوق راسي، وقت الظهر نتغدى نيت هنايا نستراح شوية نتغدى. هاديك الطريق راهم واحد الجمال، راه كاينين الناس هنايا، لا يمكن ما يكونوش الناس، راهم كانوا في البحر في اتجاه كاين البحر. الطريق عامرة الرملة بزاف، دابا ولا الطريق فيها الرملة بزاف، كتبقى دافع كتبقى دافع ساعة كتركب كتركب خمسة دقائق هاكا نبقى غادي دقة دقة حتى نوصل. بغيت نتكا في هاديك البلاصة صدقت نعست نعست شي ساعتين، نعست البارح مزيان البلاصة هادي فيها الغزال ويلا بانو لي واحد الربعة شوفوني هما يهربو. قدرون طبيعي هذا الطريق راه غادي للجهة الأخرى. وقفتني واحد المرا قالت لي دخل دخل لداخل، المهم هي كتنعس يعني مكتهدرش مكتهدرش يعني بالونجلي ولا العربية، قلت لي دخل دخل من الجهة راه كاين الطريق، قلت لي هنا الرملة يعني تماك شافتني كنبقى نتباح. جينا لقينا هاد البلاصة هادي زوينة بحال القدرون هادي، ولكن حتى لين غادية ما عرفتش الصراحة.
最近のお金しないですね。غادي ندير الخيمة في هاد البلاصة هادي، جيت قريب للبحر هنايا، باش نطلع للبحر كيفاش داير. كنت واحد هنا، الناس هنا ما كيخدموش على البحر، يعني على الصيد وداكشي بزاف، يعني غير الغنام والجمال والبقر، حتى البقر ما كاينش يعني قليل. كيصدروا من هنايا الشمال والغنم، من صومالي لاند كيصدروا اليمن، عمان، السعودية، الإمارات، كيصدروا لهم الشمال وهادشي. عندهم هنا بزاف يعني مهتمين بالرعي. الناس هنا كيجيو كيحفروا على شي حاجة هنا. شي بزاف ديال البلايص فيهم يمكن على الحوش ولا على شي حاجه، معرفتش. شي بزاف ديال الحفار هنا. قد واحد البريد ديال اتاي اليوم ما كليتش والو تقريبا، ما الا كليت شي خبز مع فرماج، صافي مع الفرماج والعسل. و دابا ما في يدي ياكل، بقاش حرارة، ماشي دابا وانما بالنهار. هاديك الحرارة كتخليك باغي تشرب الماء ولا تشرب شي حاجة باردة، ولا ممكن غادي نشربو اتاي نعوضو بشوية. عندي الماكلة، عندي خبز، عندي الطون، السردين، يعني مخلط عندي بزاف، لانه ما عرفتش واش كاين فيلاجات في الطريق ولا هذا. تقديت يعني الماكله اللي دي ليا مده، ولكن ما فيهش الجوع. كون ما كنتش مقدي دابا، كون ما كنتش مقدي الماكله كون قاتلني الجوع دابا. ولكن ملي كتكون عندك الماكله صافي كتولي ما كتاكل ما والو، حتى مع الحراره الصراحه ما كتخليكش تاكل. دابا الجو بارد دابا الصراحه، يعني الجو مبرد زوين، بردت بدلت البراد. هذاك الاخر الكبير نسيته في اثيوبيا، شريت هذا البارح من بربرة. صباح خير، هذه البلاصه اللي درت فيها الخيمه هنايا. الجو هنا زوين، الليل ما كيكون لا برد لا صهر، الجو هو هذاك. تغطيت غير بإزار، فطرت طيب اتاي مع الخبز. دابا غادي نجمع الخيمه ونتحرك.
كملت على هذيك الطريق اللي بديت البارح اللي صيفطاتني ليها الماء. غادي نشوفو فين تخرجنا. نورمالمون بحال الطرقان هادو في الصحراء كيكونو صعاب، ولكن لأن هنا مع البحر كتكون الطريق باينة، يعني تتلف تلف كاع. الجي بي اس متخدمش ولا شي حاجة، تقدر تمشي تقدر تشوف غير جهة البحر وتعرف الطريق فين كاينة. شوف الماب ديالها اتجاه دابا غادي الطريق الرئيسية غترجعني، لكن غير هنا 100 متر. كنت دابا ضربت شي 7 كيلومتر هكاك فهاد الجهة هادي ما بين على طراس ديال البيكار. أن كاين الواد هنا، كاين واحد الواد كيما كتشوف راه غتكون الرملة بزاف، هداكشي علاش ملي كتقرب لشي واد وكتفوتو كتكون حتى كتبقى الرملة تمايا. وهاد الجهة دابا بقالي شي 100 كيلومتر ولا كتر، فيها الويدان بزاف، واد حدا واد. نتمنو متكونش فيها الرملة بزاف، لأن يعني الرملة الصراحة كتكرفص، ومع الحرارة كتولي تضرب كيلومتر في الساعة. ما كتبقى دافع صعيبة. هذه الطريق الرئيسية، يعني الطريق كبيرة اللي كيمشيو مع الطوموبيلات وداك الشيء، خا ما كيمشوش بزاف هنايا. شوف الرملة، ولكن هنا مزيان، هنا غادي نرجع نشوف شي طريق صغيرة ندخل معاها تما. هنا هادي ما يمكنش تركب هنا، بيكالا ثقيلة كتهود في الرملة، يعني تما احسن. هنا الجهة قاصحة، هنا دابا مع كيبقاو يدوزو الطوموبيلات وداك الشي كتولي الرملة بزاف. بقات الطريق دابا وبلاتي نتا خصك تختار الطريق اللي غدوز منها. قضية راه من هنايا اش غندير، راه هي البيكالا. غادي نجي نشوف هنا جهة البحر واش الماريا هابطة ولا طالعة. إذا كان البحر هربان غنمشي لجهة البحر، نشوف هنا البحر واش قريب. ما كاينش بنادم هنا، حس بنادم هنا ما كاينش. شو أرض بالثلاث ولات هنايا الرملة بزيت. بحر بعيد، خصني تخلي بيك على تما. هيدا شي واحد يترجع. ما كيبانش من هنا مزيان، عارفش شنو ندير. غنكمل من تما مع ديك الرملة، بقا قاصحة من هديك الجهة. بيكالا فين هي؟ هو يخلي التليفون تما. فين هي البيكالا؟
اجي خليت البيكالا تما ودخلت نشوف البحر واش كاين شي طريق تما لان كاين الرمل هنا بزاف ورجعت البيكالا مابقيتش عارف حتى فين مهاش معايا حتى التليفون نشوف الطريق لان مكاينش كتبانش ليك شي طريق فهمتي ودخلت على شي بقيت تنقلب هنا سير هنا اجي هنا واحد القيسه قلت كدوخ صح تنزل البحر غنبقى تابع الطريق لان الطريق ديما جنب البحر غنزيد شويه اللور عاد ندخل الطريق ونبقى جاي مع افريقيا تنقلب بعدا ويش بان ليا شنو نقول الحمد لله هادشي راه الصحراء دغيا كتلف والله العظيم شي دغيا غير كدوخ الطريق انا جيت من هنا ولكن هذا الطريق نشوف واحد الطريق كيدلز مع الطوموبيلة فين هي تكون هنا بدا كيسخن الحال هي هادي السلام المطراس ديال الرويض طلع من هنا شوفوا فين تخرجنا ومن بعد راه كاين الماء طلع حصلت شي حاجه هيا خصني نبعد على البيكالا الصحراء راه هانت كلشي بحال بحال ما كتبقى عارف فين الله يوفقك كتدوخ كتلف شرابو شرابو زمزم فينتو الطريق هذه الصباح تقريبا كامل وانا دافع البريك صباح البريك ركبت شويه ولكن اغلبيه دافع دابا ضرب 14 كيلومتر تقريبا دابا 4 سوايع سمعت 8 دابا نزار رمل القدام الصحراء كاين الريح ديال البحر خاصك دير فيها جوج هادي غير ديال الكاس ما بان لي فيها بزاف كنحسب لي انا هادي كثيرة ساعة هي راه خاصك غير ديال الكاس واحد انا خصني ندير جوج انا في القرعة ناخذ واحد اخرى الحانوت هو داك خدا الرصاد ولكن كاين مول الحانوت هنايا هاد القرية هادي سميتها قري 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 سميتها قري قري والفيلاج الثاني اللي من هنا سميتها بولا حار وان ها يا تو تو تري تري يوم الحانوت تبغي تمشي على البحر قالوا الناس لا وانا ما فهمت لا انا ما كنهضرش لونجلي وانا ما كنهضرش الصوماليه ما كنهضرش العربيه يعني ما صعيب تفهم معاهم كنتمنى الطريق تبقى بحال هكا بحال هكا راه عرفتي راه يا سلام عرفتي من قبل الصبح كامل وانا دافع تولي كيلومتر تدير فيه ساعه لك درتي جوج كيلومتر هاد الرملة ثقيلة كنجر من هنا تبغي مطاولة معايا الرملة هنايا مازال غادي الرملة قدام
بس رملة كثيرة، ولكن رملة كثيرة الرويدة راه كتنزل مع الثقل، ما كتبقاش بتزيد. حد السيد راه قولي زيد قلت ليه دافع، كان عنده الجمال وداكشي، بغا يجيب يدفع يجيب يدفعني يعاوني، زعما انا دافع يجيب يعاوني، هو جاب يدفع هو يقول تخلع تدخل مع ثقيلة تخلع نتوهم واحد شوف واحد 30 ثانية ويمشي. شوف الشمس قاسحة كتكون من بعد الجوج قيسة الصدر هادي الشجرة طرحة هادي كنظن ديما كتعطي هاد الليلة مزيانة هاد الشجرة هادي. جيت مرتاح تحت منها حتى تبرد الشمس شوية بعد نكمل، لا في واحد الشمس قاسحة ما تقدرش تبقى واقف حتى فيها، يعني غادي ناكل هذا فول مدمس. أول مرة غادي ناكل فول مدمس، هذا طيب كل شيء. غادي نشوفوا كيفاش داير، نجربوا الفول المدمس اليوم. هو الفول مطلوق فعلا، مر بهنا هو الفول مسلوق بان ليا انطقو هو الفول مسلوق مدمس، وقال هي هذا هو الفول مدمس اللي كيقولوا المصريين. قال ماشي هو هذا، كيكون الاخر كيكون مطحون. المهم منين راه في الصحراء دابا اللي انا وادي كتاكل اخر صفت شدتني الصفة في الطريق اغلبية رملة، الله كتلقى الطريق مخدة كتركب شي جوج كيلومتر كتلقى الرملة، شبتها شي حاجة حلوة هنا داير داك جين كين اسم سميتو هذاك سيبو، بعد هذا شويه ديال الحلاوه شي سخفت خصني ناكل شي حاجه حلوه. سخفتني، كاين واحد البلاصه سميتها بول الحار هنايا مازال تقريبا شي 10 كيلومتر، الساعه دابا 5 ما عرفتش واش غادي نجيبها من الطريق. شوف كل اسبوع غبرة مازال هاد الرملة هادي راه شوية رقيقة دايرة بحال السيمة هادي، مرة كتلقى رملة غليظة هاديك هي اللي هادي بعدا كتدفع فيها شوية ساهل تبيع. وصلت دابا لواحد الفيلا سميتو بلحار بلحار، ولا غادي الناس فيه هنا غادي الناس في البلاصة هادي فين هنا مفرشين هنا الجو يعني محتاج دير الخيمة، وأحسن نعسة هي تنعس هنايا في الهواء الطلق، وغادي نتعشى دابا عندنا هنا. شكرا 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 ثانك يو، جبت لي الشاي الشاي هنا كيقولوا الشا يقولوا الشاي يقولوا الشا، كنت دابا جالس وما جاو البوليس عندي في الاول فاش وقفت هذاك الشيء جاو البوليس، وكان ديجا الدري صاحبي في بربيرا كان هضر مع البوليس هو كيخدم معاهم، هضر معاهم تما قال لهم راه عندي صاحبي راه غيمشي مع الطريق هذه، ولحقاش الطريق ما كيمشيش مع بنادم بس ما عرفوا شكون انت اللي جاي هنا يعني، وهذاك الشيء بقى خاص غريب يعني، ودولة ماشي سياحية وهذاك الشيء راكم عارفين يعني ضروري يعرفوا شنو كدير هنا.
صافي دوزتو ليهم كدرت معاهم صافي وفهموا شويه. هو جبت لي السيد بوليسي جاب لي جوج حكاك ديال جوج ديال لي بواط ديال الطون والخبز. قلت ليه راه عندي انايا عندي العشاء غنوريكم واحد البواط ديال السردين. الان راه عندي السردين ديال اسين هذا الاسود هذا صافي كيبيعوه هنا بزاف المحلات اصلا لا ما بقيتش شحال هذه ولكن مثلا في غرب افريقيا موجوده هذا سردين مغربي عندي لي الطول ولكن السردين مزيان هذا كنت فكروا فيه البلاد لا فاش كتشوفوا السردين هذا كتسافر عبر الزمن. صباح الخير اليوم الثالث باش خرجت من بربيرة. النهار الاول ضربت 43 كيلومتر النهار الثاني يعني النهار الاول من يب في الناس تحت البحر والنهار الثاني هو البارح ضربت 37 كيلومتر بول الحار ودابا غادي في الاتجاه هذا نشوفوا شحال نضربوا اليوم. النهار الاول 43 الثاني 37 الثالث 27 كان غادي الطريق وكتقطعها دابا هنا راه الرملة نوريكم الطريق هنا الرملة غي تدفع هنايا مقدرش تركب شتي رويضة فين كتنزل مع الثقل ومتقدرش تركب. دابا ضربت شي 11 كيلومتر هاد الصباح بساعتين تقريبا والخمسة كيلومتر في الساعة. جيت نجلس هنا في الليلة هذه استرع شوية ونكمل سمع أصعب الطرقان ذي شفت شي صعيبة الطريقة هذه سخفت الموت شربنا رغم خلاص تركب هنا هنا راه الطوموبيلات وكيحصلونا على ما كانت شي كاسكاس حتى لو بغيتي دوز من هنا كاين الرملة نفس الشيء غادي نصبر واحد الجبل فينا هو غادي نصبر ونزيد ندفع نشوف فين تخرجت تقاد لي الجهد الصراحة طريق لوار شي المكانه طاحت لي حتى شي حاجه حلوه دابا انك لو حلوه هادي اناناس مقطع على خيط الاناناس في شراب خفيف شي تقريبا نص كيلو ساليت كنضرب 500 متر وكنجلس ما كاملاش 500 متر ما تقدرش تدفع 500 متر كاملة في هاد البلاصة يلا كتدفع 200 متر وخصك تريح. لا يمكن تكمل في هاد الطريق هادي شوية كاملة بحال هاكا صعيب تنزيد تلاها غنشوف واش تبقى مكملة بحال هكا لأنه صعيب تكمل بحال هكا. ساليت صافي انتهيت مبقاش قادر نوقف صافي حزرات قاعد الحرارة دابا طريق الرملة هادي وسط الصحراء مكاينش الطريق هادي وسط يعني الرملة صعيب بنت لي الطرق كامل ولا ترمل يعني تبقى غادي بحال هكا النهار كامل. دابا الساعة راه شي وحدة ضربت 13 كيلومتر ولا 14 يعني من الصباح قول من 9 الصباح يعني 4 سوايع 13 كيلومتر
وصلت دابا للشيخ حتى راني شحال ليت الريق من القياس هذا الشا غادي نتغدى عندنا كل لوبيا غادي ما بارد يا سلام هذا هو الشيخ يا بلا صغير هادوك حفاري كاين انت هنايا هادو كنظن ماشي بنادم اللي كيحفر وما يكون شي حيوان ولا شي حاجة اما كاع البحر فيه شي حيوان هذا اللي كيحفر هاد هادشي صباح مريض هاد الصباح هذا رجع ليا العيا كامل ديال الطريق هادي المذاق ديال الماكلة تبدل والماء حتى هو مع الشمس كانت تضرب فيا الأيام هادي الشمس قاصحة هنايا و الطريق كانت قاصحة وي جو ليتس جو ها ها اسمك 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 مرة عيري ياسين ها ياسين ها انت جامع 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 ها جامع عبدي جامع عبدي ها حسين حسين جامع عبدي حسين عبدي هنا اسم في الصومال كاملة الصومال في الصومال كاملة عبدي اسم كلمة بزاف هذا هو الشيخ محمد ناخذ بسكوتي بسكوتي هذا هو القعد فنانة هنا كديرو فيه دي على حساب الحرارة كديرو هنا كرشوه بالماء فنانة اي حلوة 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 كملت مع الطريق هذه في ديكالا غنوصل غتكون سالت لي الفيزا بسيمانة الطريق كاملة رملة الكاميون كيتعصر ديما الكاميون أصلا مكانش بغا يخرج كان حتى الغدا ولا شي حاجة أنا اللي بزرب ويلا صح أنا الفيزا غتشوفو ليا بعد غدا هو قال لي غنمشيو مع الدوام والليلة خارج حتى المغرب انا عطاني كلمه مالي هذا هذا في الطياره وبري الله بشي بعد انا ما عرفش غدا واش ممكن انا نوصل خاصني غدا نوصل بعد قرار الحدود بعد غدا غتوقف هو ما قادر ولا شادين ولا شي حاجه ولا يقول لك خلص شي مليون هذا الشيء اللي يكون من الأحسن توصل قبل الكاميو كان جالس في الفيلاج تما هاد الشيخ كياكل القاس وكيترخى وصعب يبقى باغي والو غير يحوي جنب حتى الكاميو قلت انا غدا ونكمل فهمتي يعني كيترخى ولا ما عرفتش كيكون عرفت كيفاش هاد البلان ديال القيس انا ما عمرني جربته ولكن ما جربتوش كما هما عمرنا كيبقاو ساعتين وهو كيبدا غير الله كي الله كيوصل له داكشي دابا نفس تما تخزين تخزن تخزن ساعتين والله كت
نطلع المغمض. وصلت دابا قرية لوهية سميتها لوهية بلاصة هادي عرفتي مسخسخ عرفتي زوينة في الكاميو أو حلبينا في الرملة نزلنا وبقينا شي ساعة حنا كنحيدو في الرملة بالبالا ولا ديك الشيفور اللي ضاربين القياس أمشي مغيبين مرفوعين قالو مسوقين. صباح خير اليوم ان شاء الله غادي نتحرك لزيلع. لقيت طوموبيله صعيب ما كاينش طوموبيلات وانما واحد البوليسي الله يعمر دار واحد الشيخ. المهم قال لي غنشوفو معايا لي الفيزا ديالي غتسالي وشاف الباسبور بان الفيزا غتسالي غدا وداكشي وبغي غنشوف كيفاش نديرو شاف الطوموبيله ديالهم ديال البوليس غنشوف شحال الثمن غادي يقول غتكون شي $100 على ما بان لي لانه قال لي دابا نشوفو ليك في الاول كان ما يشوف لي الطوموبيل قال لي راه $250 $2500 100 كيلومتر تقريبا لان الطريق فيها الرملة بزاف ما يمكن وانا الوقت عندي فيزا غتسالي غدا خصني نخرج يعني هو دار معايا مزيان قال لي غنشوفو معاك لي انا غالي وداك الشيء قال لي انا نشوف كيفاش ندير قال لي نشوف كيفاش نهضر مع الشيء كان كبار ونشوفو لما هو خلوني نشتري الطوموبيل صافي داك الشيء اللي دار قال لي صافي راه كونفيرما وقال لي قال لي صافي دابا قال لي سير لوطيل وجد البيكالا وغادي نمشيو وهادشي اللي كاين ان شاء الله. من الفيزا عندي المشكله دابا كنت بغيت ندوز هنايا يكون البحر زوين وهداك الشيء هنا ولكن الوقت الفيزا فيزا خرجت لي من الجنب والطريق فيها الرمل بزاف وما كانش المشكل ديال الفيزا هذاك الشيء بقى غادي واخا ولكن هما اصلا ما خلاونيش قالوا لي ممنوع اصلا تمشي بالبيكالا من هنا لانهم كيخافوا ولا تموت ولا شي حاجه في الطريق لان الطريق الصراحه الطريق قاسحه انا هذيك 3 ايام اللي كدوزت فيها في الاول وقاسحه يعني الله يحفظ الانسان لو وقع لي شي مشكل ولا شي حاجه ولا سخف ولا وقع لي صافي بوحدك تقدر تموت ما كاينش لا تخيك ما كاينش الناس والصحراء المناخ صعيب. هذا هو لوطيل هنا انا الناس كيناسو هنا اوتيل مفتوح هذا. وصلت دابا للحدود هذيك هي جيبوتي ها هي فين كاين هذاك الضو تما هي جيبوتي وهنا صومالي لاند وهذا البحر. البحر هنا سبحان الله مختلف على الجهه الاخرى جيت بربيره وداك الشيء. البحر هنا كالم وزين الف ليك مشيت للحدود باش ندخل قالوا لي حتى الغدا وصلت عند جيبوتي يعني عند صومالي قال لي راه ما كي في الصباح فين كي ندخل هاد القضيه هنا هنا في صومالي لاند وفي كنظن حتى في جيبوتي ما كيخدموش الحوت حيت غير ملوح. صومالي لاند وجيبوتي في وقت من الظهر صافي الظهر كيسد كلشي ادارات كلشي ما كيخدمش بحال في المغرب شحال هذا هذا مشوف توقيت مستمر يعني ما كيفتحو حتى مورا العصر مورا العصر ما كيجيش كيبقاوش يجيو كاع يعني قليل اللي كيجي كيرجع للخدمة. كنعس تقريبا شي $2 وهذا تلقى الناموسيات هنايا ولكن هنا الحال مزموس راه تنعس هنا احسن من تنعس في شومبر. نعسو هنا حتى الصباح نتحركو انه هنا ما يمكنش تنعس في البحر ولا شي حاجه ما يخلوكش يعني ضروري خصك تنعس في بلاصه بحال هكا حتى الصباح وتحرك في حالاتك. الله ما يعكسوش معايا دوك ديال جيبوتي كلشي عندي ناضي عندي الفيزا خديتها اونلاين كلشي يعني غير الا بغاو يعكسو
افريقيا ما كتعرف شنو كاين واش كتعرف شنو كاين حتى كت بعض المرات كيبداو يديروا لك عصافه الرويضه فهمتي يعني نقدر اقول لك لا خصك تجي النهار اللي خديتيها مثلا انا فاش قديتها اونلاين درت نهار 8 في شهر 1 يعني غندخل يدخل وقت اللي بيتي المهم ما تنفاس هما كيبغيو يديروا العصافه الرويضه كيقول لك لا خصك تدخل النهار اللي درتي في الفيزا فهمتي يعني خصك تعاود واحده اخرى ولا يقول لك لا مع هذيك في اونلاين كديرها خصك ما عطينكش هما الحدود البريه عادي غير المطار كدير لهم كتريزيرف الطياره وداك الشيء نقدر يقول لك لا هذه خصك تدخل من المطار ولا شي حاجه اما هي تدخل بها حتى من هنا يعني فيزا تدخل بها من اي معبر وما يقدروا يعكسوا معاك جيبوتي العاصمه راه ما بعيداش دوله جيبوتي والعاصمه ديالها هي جيبوتي ما بعيداش بزاف